السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة بإذن الله بقية البروتينز، بقية البروتينات، ونكمل عليها النيوكليك أسيدز. أوكي، المرة اللي فاتت خدنا البروتينز بكل فانكشن جروبس، بكل حاجة تخصها. هنتكلم النهاردة على جزء مهم جدا، وهي الفانكشن والاستراكشر. أوكي، بالنسبة للفانكشن، أول وظيفة عندي هي سبورت بروتينز. البروتينات ممكن أستخدمها كجزء تدعيمي أو هيكلي. إزاي؟ قالك أنا عندي نوعين من البروتينات اللي بستخدمها كسبورت كتدعيم، زي الكرياتين وزي الكولاجين. أوكي؟ الكرياتين دي مادة، يعني تعتبر، أو بروتين يعتبر إيه؟ مادة حماية. يعني إيه حماية؟ يعني زي النيلز وزي الهير، البروتين ده موجود في النيلز والهير، يعني الأظافر وفي الشعر بقى، بتاع حيوان بتاع إنسان. أهم حاجة إن الكرياتين هنلاقيه في المواد كبروتين تدعيمي في التركيبين دول، في النيلز وفي الهير. أوكي، طيب هنلاقيه في الطبقة دي، طبقة النيلز مثلا، الأظافر بتحمي الطبقة إيه اللي تحتها. أوكي، بالنسبة للكولاجين فايبرز بقى، الكولاجين فايبرز برضو نوع من انواع البروتينات، وظيفها تدعيم، سبورت. طيب بيقول لك بتدعم الاورجنز، بتدعم اعضاء. لو احنا جينا بصينا، الكولاجين ده موجود اكتر حاجه، وبتدعم اكبر عضو موجود في الجسم هو السكن، الجلد. الجلد اكبر عضو موجود في السكن. طيب الكولاجين بيعمل ايه؟ بيعمل تدعيم للجلد. انت عارفه كل ما هتقل كميه الكولاجين في البشره، كل ما هتبدا يبقى فيه رينكلز ويبقى فيه تجاعيد. ايه اللي بيخلي التجاعيد تظهر؟ ان نسبة البروتين بتاع الكولاجين فايبرز بدأت تقل في الجلد، فبدأ التدعيم بتاع طبقة الجلد ديت ايه؟ يقل، فيظهر عندك التجاعيد. تمام؟ طيب برضو هنلاقي الكولاجين فايبرز موجودة وبتدعم التندونز والليجامنز، اللي هي الأوتار والأربطة اللي موجودة بين الايه؟ بين المفاصل. تمام كده، التدعيم بتاعها ده بيسبب flexibility in the movement، بيسبب مرونة في الحركة. طيب اختفت طبقة الكولاجينز اللي موجودة في الليجامنت والتندون، ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هيبدأ يحصل خشونة في المفاصل، يبدأ يحصل ألم بين when the movement، لما تيجي تتحركي يبدأ يظهر الألم عندك، لأن بقى في احتكاك بين البون والبون، بين العظام وبعضها. مين اللي بيفصل ما بينهم؟ الليجامنت والتندون. ومين اللي بيدعمها؟ مين اللي بيعمل سبورت ليها؟ هي الكولاجين فايبرز. فلو الكولاجين فايبرز بدأت تختفي عند الأوتار والأربطة زي الليجامنت والتندون، تبدأ تحصل إيه؟ الخشونة، ويحصل الألم أثناء الحركة. تمام؟ طب بدأ يختفي الكولاجين فايبرز والبروتين بتاع الكولاجين من الأورجنز زي السكن، زي الجلد، يبدأ يحصل رينكلز، يبدأ يحصل تجاعيد والترهل بتاع الايه؟ بتاع البشره. اوكي؟ يبقى انت عندك اول فانكشن، وظيفه تدعيميه اسمها سبورت بروتينز، امثله عليها الكيراتين والكولاجينز. الكيراتين هنلاقيها في الشعر والاظافر، اما الكولاجينز هنلاقيها بتدعم الاعضاء زي الماسلز، زي الليجامنت، زي التندون، زي السكن، اللي هو اكبر اعضاء الجسم. طيب تاني وظيفه هي الميتابوليك انزيمز، الانزيمات تعتبر نوع من انواع البروتينات. احنا خدنا الانزيمات قبل كده، تعرفها في الليبز وايه وظيفتها وايه شغلها في الرياكشن، كانت عباره عن ايه؟ قلنا ان هي عباره عن ماده كيميائيه، كل وظيفتها ان هي تعمل speed up the chemical reaction or the accelerate the chemical reaction، بتسرع من التفاعل الكيميائي، صح ولا لا؟ وقلنا كمان ان الانزيمز استحاله تدخل في اي حاجه خلال التفاعل الكيميائي، لا تستهلك ولا تستخدم من قبل التفاعل الكيميائي. هي كل وظيفتها ان هي تعمل speed up and accelerate the reaction، تسرع بس التفاعل الكيميائي، بدل ما ياخد ساعتين ياخد ساعة واحدة، بدل ما ياخد ساعة ياخد ربع ساعة، وهكذا، بيقلل الوقت بتاع التفاعل الكيميائي. اوكي، فالانزيمات نوع من انواع الايه؟ البروتينات. يبقى تاني وظيفة ان هي تشتغل كانزيمز، تعمل accelerate أو speed up the chemical reaction، تحفز وتسرع التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في الإيه؟ في الخلايا. تالت وظيفة هي transport function، وظيفة نقل، transport function يعني أكنها وسيلة مواصلات.
بتنقل حد من مكان الى اخر. البروتينات بتعمل كده؟ ايوه بتعمل كده. طب اديني مثال يا دكتور. اشهر مثال هو بروتين الهيموجلوبين. الهيموجلوبين نوع من انواع البروتينات موجود جوه الدم بتاعنا. طب ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو ينقل الاكسجين لكل الانسجه وكل اعضاء الجسم. عشان ايه؟ النسيج والاعضاء تتنفس، صح؟ هي محتاجه الاكسجين. يبقى مين اللي بينقل لها الاكسجين؟ وسيله النقل بتاعتي مين؟ نوع من انواع البروتينات. اشهر مثال هو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين نوع من انواع البروتينات اللي وظيفتها ترانسبورت فانكشن، وظيفه نقليه، بتنقل من حاجه من مكان الى اخر. بيكون عندها شانل زي قنوات، وبتشتغل ككارير حامله للمواد الاخرى في الاغشيه وفي الخلايا. زي مين؟ زي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يعتبر ترانسبورت فانكشن بروتينز، بتعمل كارير لاهم حاجه، بتعمل كارير للاكسجين في الريد بلاد سيلز. اوكي، طيب ثالث وظيفة للبروتينات هي الديفنس فانكشن، اللي هي الوظيفة الدفاعية. وظيفة دفاعية يعني ايه؟ يعني ليها important role in the immune system، ليها وظيفة مهمة في الجهاز المناعي. طب زي ايه يا دكتور البروتينات اللي موجودة في الجهاز المناعي بتاعي وبتعمل وظيفة دفاعية؟ يعني بتعمل attack any foreign bodies، بتعمل مهاجمة لأي أجسام غريبة عن الجسم. يعني بتعمل بريفنت للإنفكشن، بتمنع العدوى. هي ليها important role in the immune system في الجهاز المناعي، أو ليها important role in the immunity في المناعة. طب زي إيه أنواع البروتينات دي؟ زي الأنتيبوديز الأجسام المضادة، وزي الإميون جلوبين. الأنتيبوديز والإميون إيه؟ الإميون جلوبين، دول نوعين من أنواع الإيه؟ البروتينات، بتشتغل كديفنس فانكشن او ذا امبورتنت رول ان ذا اميون سيستم. تمام، بتمنع العدوية. طيب بعد كده وظيفة ريجوليشن. يعني ايه ريجوليشن؟ يعني تنظيم، بتنظم. طيب زي ايه يا دكتور البروتينات اللي بتشتغل كريجوليشن كتنظيم؟ زي الهرمونات. ايه ده؟ هي الهرمونز نوع من انواع البروتينات. هقول لك ايوه. هتقولي لي يا دكتور بس انت اديتيها لي في الليبيدز. اقول لك انا اديتك في الليبيدز الستيرويدز هرمونز او السكس هرمونز، الهرمونات الجنسيه اللي كان البريسورز بتاعها الاساس بتاعها مين؟ الكوليسترول. لو ترجعي هتلاقيني اديتك سكس هرمونز او الستيرويدز هرمونز، دي كان اساسها مكون الكوليسترول، وده كان نوع من انواع الليبيدز. فكان الاستروجين والتستوستيرون والبروجستيرون والالدستيرون دي انواع سكس هرمون، هرمونات جنسيه تبع الليبيدز. اما بقيه الهرمونات اللي جوه جسمنا زي الانسولين، زي الجلوكاجون، زي الثيرونين، زي زي الثيرونين، زي ال هرمونات كتيرة جدا، يعني حاجات كتير، يعني زي مثلا الدوبامين، كل دي عبارة عن هرمونات. الأدرينالين دي كلها هرمونز بتتفرز من غدد مختلفة. الهرمونات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروتينز، بروتينات وظيفتها ريجوليشن، تنظيم. بتعمل ايه؟ بتنظم عمليات مختلفة بتتم جوه الجسم. طب اديني مثال يا دكتور. زي الانسولين. الانسولين هو عبارة عن هرمون. الهرمون ده قلنا الهرمونات نوع من انواع البروتينز. الهرمون ده بيتفرز امتى؟ انت لما تاكلي وجبة مليئة مثلا بالسكريات، يعني انت كلتي حلى كتير جدا، حلى كتير كتير كتير، معنى كده ان نسبة السكر جوه الدم هيحصل لها ايه؟ هترتفع. تمام، أول ما نسبة الجلوكوز اللي هو السكر في الدم يرتفع، يحصل إن في بروتين زي هرمون الأنسولين يجي يعمل ريجوليشن، تنظيم للإيه؟ لنسبة الجلوكوز في الدم، فيعمل ريجوليت للجلوكوز in the blood. تمام، فازاي؟ اول ما يتفرز نسبة الانسولين نروح على الجلوكوز اللي نسبته عالية، ويبدأ ايه؟ يقلله جوه الايه؟ جوه الدم. طب يقلله ازاي يا دكتور؟ ياخد الجلوكوز ده يدخله جوه الجريبس سايكل، جوه كريبس سايكل، ويطلع لي ايه؟ ويطلع لي انرجي، طاقة استخدمها. ياخد الجلوكوز ده كمان ويدخله ويخزنه على هيئة جلايكوجين في المسلز وفي الليفر. تمام كده،
يبقى يبدأ يخزن الجلوكوز الزيادة ده في الليفر على هيئة جلايكوجين، أو في الماسلز على هيئة جلايكوجين برضو، يبدأ إيه يستهلكه عشان يطلع إنرجي طاقة أعمل بيها أنشطة مختلفة. تمام، يبقى أنا عندي الهرمونات وظيفها ريجيوليشن، تنظيم، زي مين؟ زي الانسولين، زي ما انا اديتك الاكزامبل ده، فهي هتظبط لك نسبة السكر في الدم زيها زي وظيفة اي هرمون تاني. تمام، طيب زي طبعا في هرمون تاني اسمه الكالسيتونين، الكالسيتونين ده خاص بالكالسيوم، لو نسبة الكالسيوم زادت او قلت يبدأ الهرمون ده يتفرز عشان ايه يصرف الكالسيوم الزيادة يدخله جوه العظام، او لو نسبة الكالسيوم قليلة يفتت ويخرج من الكالسيوم من العظام يوديها للايه للدم. يبقى انا عندي نسبة الهرمونات دي امثلة على البروتينات بتستخدم كريجيوليشن في وظيفة تنظيمية جوه الجسم. تمام، طيب نروح على وظيفة تانية زي ايه، زي الموشنز، الحركة، الموفمنت او الموشنز، الحركه بتاعتي مين اللي مسؤول عنها؟ الجهاز الهيكلي او الجهاز العضلي، صح ولا لا؟ قال لك ان انت عندك العضله بتتحرك عن طريق بروتينات معينه جوه. الله، يبقى انا عندي دلوقتي الموفمنت او الموشن، العضله دي بتتحرك ازاي؟ انا اللي بيخلينا اتحرك هي العضلات، هي الماسلز، ولكن لو انا جيت بصيت على عضله زي دي مثلا، جيت بصيت عليها هلاقي اللي بيخلي العضلة تتحرك هي عملية الكونتراكشن والريلاكسيشن، الانقباض والانبساط، صح ولا لا؟ لو انا جيت بصيت على العضلة من جوه هلاقي جوه العضلة كده خطوط، الخطوط الخضراء دي خطوط مين؟ خطوط الميوسين، وهلاقي خطوط تانية، خطوط تانية اللي هي بالبنفسجي دي، الخطوط دي خطوط مين؟ الاكتين. حركه البروتينات ديت، الخيوط ديت عباره عن مايكروتوبيولز، خطوط رفيعه. الخطوط دي عباره عن ايه؟ عباره عن البروتينات اللي موجوده جوه العضله بتاعتك. تمام؟ حركه البروتينات او المايكروتوبيولز بتاعت البروتينات ديت هي اللي بتسبب لي الكونتراكشن والريلاكسيشن. تمام؟ وبالتالي بتؤدي لايه؟ للموفمنت او الموشن بتاعتك، للحركه بتاعت الجسم. طيب ايه يا دكتور البروتينات اللي مسؤولة عن الحركة، عن الموفمنت او الموشنز، او اللي موجودة في المسلز في العضلات؟ البروتينات اللي موجودة في العضلات او البروتينات اللي مسؤولة عن وظيفة الحركة جوه جسم الانسان او جوه جسم الحيوان هي خطوط الاكتين والميوسين. يبقى دول نوعين من انواع البروتينات مسؤوله عن الموشنز او الموفمنت، هي عباره عن مايكروتوبيولز، بروتينز موجوده جوه الماسلز بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، انقباض وانبساط للعضله، وبتؤدي للايه؟ للحركه بتاعتي. تمام؟ يبقى مين اللي بيكون العضله؟ بتكونها خيوط البروتينز اللي هي الاكتين والميوسين. اكتين وميوسين، اعرفوا وظيفة البروتينات وايه الامثلة على كل وظيفة. يعني لما اجي اقول لك مين هي البروتينات اللي مسؤولة عن عملية السبورتينج، التدعيم، الكيراتين والكولاجينز، طب مين هي البروتينز اللي مسؤولة عن عملية الترانسبورتيشن ان ذا بودي زي الهيموجلوبين، طيب مين هي البروتينز اللي مسؤوله عن عمليه البريفنت انفكشن او ليها امبورتنت رول ان ذا اميون سيستم في الجهاز المناعي، او ليها ديفنس فانكشن وظيفه دفاعيه هي الانتي بوديز او الاميون جلوبولينز، مين هي البروتينز اللي مسؤوله عن الريجوليشن ان ذا بودي او ريجوليت ذا بودي بروسيس مسؤولة عن تنظيم العمليات اللي بتتم جوه الجسم هي الهرمونات، مين هي البروتينز اللي مسؤولة عن الموشنز او الموفمنت الحركه، او مين هي اللي بتعمل ميك اب ذا ماسلز، مين هي اللي مكونه البروتينات المكونه للعضلات هي الاكتين والميوسينز. اوكي، نروح بقى على نقطه مهمه جدا وهي الشيبز او ذا بروتين، اشكال البروتينات. احنا اتفقنا ان انا عندي عشان البروتين ده يقوم باي وظيفه لازم حاجتين، لازم السيكونس بتاعي او ترتيب الامينو اسيدز يكون صح، تاني حاجه لازم يكون للبروتين شكل معين. طب احصل على الشكل ده ازاي؟ ان انا اعمل فولدنج او كويلنج. يعني ايه فولدنج او كويلنج؟ يعني الف الايه، الف السلسله الببتيديه اللي اتكونت ديت اعمل لها فولدنج، الفها حوالين نفسها كده فتديني شكل معين.
تمام. طيب يا دكتور، حصل خطأ في السيكونس، خلاص يبقى ما فيش وظيفة هتحصل. طب حصل ان ما فيش فولدنج، حصل فيش لفة، حصلت ما فيش كويلينج ولا فولدنج حصل، يبقى ما فيش شيب، ما فيش شكل محدد، وبالتالي برضو مش هتحصل الوظيفة. اتفقنا؟ طيب تعالي بقى نشوف الاشكال اهو، باكد عليكي البروتينز كانت فانكشن، مش هتقدر تعمل اي وظيفه لحد ما تعمل ايه؟ لحد ما تعمل فولدنج. علموا على كلمه فولدنج دي، لحد ما تعمل فولدنج. لو عملت فولدنج او كويلينج، كويلينج او فولدنج، معناها ان هي عملت ايه؟ ان هي عملت شكل معين. طب يا دكتور ما حصلش فولدنج ولا حصل كويلينج، اذا ما فيش شكل وما فيش ايه وما فيش وظيفه. اتفقنا؟ طيب عندك 4 مستويات او 4 اشكال للبروتين. الشكل الاول بنسميه البرايمري بروتين. البرايمري ستراكشر بروتين شكله بيكون عامل ازاي؟ بيقول لك ان هو عباره عن سيكونس اوف امينو اسيدز، تمام. يبقى البرايمري ده ابسط شكل من اشكال البروتينات، بيكون عبارة عن ايه يا دكتور؟ بيكون عبارة عن سيكونس من الايه؟ من الامينو اسيدز. الامينو اسيدز دي تعتبر المونيمرز ولا لا؟ ايوه المونيمرز، وبنربطهم مع بعض بروابط ايه؟ كوفيلنت بوند، بس احنا بنسميها بيبتايد بوند، تمام. يبقى هو كون لي بوليمر اللي هو بولي بيبتايد، صح ولا لا؟ سلسلة بيبتيدية، تمام. هو كون سلسلة بيبتيدية عبارة عن سيكونس من الايه؟ من الامينو اسيد، ماسكين مع بعض ببتايد بوند. بس هل الشكل بتاع البرايمري ده ممكن يؤدي فانكشن معينه، يؤدي وظيفه؟ بصي له كده. غلط. ليه يا دكتور غلط؟ ما هو عامل لي سيكونس من الامينو اسيد، عمل اول شرط بس ان هو عمل سيكونسز اوف امينو اسيد، ربط مونيمرز مع بعض وكون لي بوليمر، ولكن لا ما عملش الخطوه الثانيه اللي هي شرط الوظيفة، ما عملش فولدنج، ما ادانيش شكل، ما عمليش شيب. يبقى هنا البرايمري بيكون ان اكتف او ان اكتف، ان اكتف او ان اكتف، ان اكتف فورم. يعني ايه ان اكتف فورم اوف ذا بروتين؟ يعني شكل من اشكال البروتينات الغير نشطة، ممكن اسميها ان فانكشنال، ان فانكشنال بروتينز. يبقى لما اجي اسالك اهني نوع من البروتينات ليس لها وظيفه، هي البروتينات البرايمري، البروتينات الاوليه. ليه يا دكتور؟ لان هي ايوه عملت سيكونس في امينو اسيدز، عملت سيكونس صح، ولكن لم تفعل الشرط الثاني وهو عمليه الايه؟ الفولدنج او الكويلينج، فما ادانيش شيب محدد، وبالتالي بدل ما فيش شكل ما فيش فولدنج، يبقى مفيش ايه؟ مفيش وظيفة. عشان كده بقول عليها ان هي ان اكتف فورم، شكل من اشكال البروتينات الغير نشطة او الغير وظيفية، ليس لها وظيفة. اتفقنا؟ نروح على تاني نوع وهو السكندري. السكندري بقى حقق الشرطين، تمام. السكندري بشوف فيه ايه؟ ها السكندري برضو عبارة عن سلسلة من البولي بيبتايد، يعني مونيمرز امينو اسيد، سيكونسز اوف امينو اسيد بتكون مع بعض، ولكن عمل الخطوه الثانيه. يبقى هو حقق السيكونس اوف امينو اسيد، عمله صح. تاني حاجه عمل فولدنج، الفولدنج بتاعه يعني كون لي ايه؟ كون لي شيب، شكل. طب ايه الاشكال اللي انا هشوفها في السكندري ستراكشر؟ هشوف شكلين. الشكل الاول هيليكس زي الدي ان ايه كده، شكل الدي ان ايه يعني، يعني دبل هيليكس، بسميه الفا. الشكل الحلزوني ده اسمه الفا، الفا هيليكس، الفا هيليكس، تمام. طيب والشكل الثاني، الشكل الثاني اسمه بيتا شيت، بنفس المنظر ده، بيبقى عبارة عن صفائح، عبارة عن صفائح بسميها بيتا شيت، اوكي. يبقى هو عمل شكل ولا لا؟ خلاص يا دكتور، بدل هو عبارة عن سيكونس يعني سلسلة من الامينو اسيد، كون لي بوليمر اسمه بولي بيبتايد، حقق اول شرط، وتاني شرط كون لي، كون لي ايه؟ عمل الفولدنج بتاعه وكون لي شيء بشكل. ايه الاشكال اللي بنشوفها في السكندري ستراكشر اوف ذا بروتينز؟ بنشوف الفا هيليكس، الفا هيليكس، الفا هيليكس ستراكشر زي اللي قدامك ده بالظبط، عامل زي الحلزون كده دبل ستراند،
يا اما بيتا شيت او بليتد شيت. بليتد شيت او بيتا شيت عامله زي الصفائح كده. طيب يا دكتور ايه الروابط اللي هتمسك الفولدنج؟ بصي بدل عملتي فولدنج، عملتي فولدنج يبقى انت عملتي شكل، يبقى لازم ان الشكل ده هربطه بحاجه، هربطه بحاجه، هربطه بايه؟ بروابط هيدروجينيه. يبقى السكندري ستراكشر اوف ذا بروتينز، ايه الاشكال اللي بتعملها؟ الفا هيليكس يا اما بيتا او بليتد شيت. طب ايه هي الروابط اللي بتخلي الشكل ده يتعمل، او اثناء الفولدنج السلسله البيبتيديه دي عشان تعمل الفولدنج بتاعها بربط ما بينها بربطه ايه؟ بربط بربطه هيدروجين بوند. يبقى انا عندي ربطه بيبتيديه اللي هي موجوده في البوليمر نفسه، والربطه الهيدروجينيه اللي هي المنقطه اللي ما بين الايه؟ اللي ما بين الاشكال. يعني هنا في هيدروجين بوند في الدبل هيليكس، الالفا دبل هيليكس، هنا هيدروجين بوند، وهنا برضو في هيدروجين بوند بين البليتد شيتس او البيتا شيتس. اوكي خدي بالك الروابط اللي موجوده، السكندري فيها شكلين الفا هيليكس وبيتا شيتس، الروابط اللي ما بين الفولدنج اللي بتعمل الفولدنج هي الهيدروجين بوندز، روابط الهيدروجين. تمام طب اديني مثال على خلاص نروح بقى للي بعده، هديك الامثله ان شاء الله في السلايد اللي جاي. التيرشيري ستراكشر، التيرشيري ستراكشر اوف ذا بروتينز هو عباره عن الشكل الثلاثي. بدل قلت ثلاثي، اول ما اقول لك تيرشيري يعني شكل السلسله البيبتيديه بتاعتك بقى 3 دايمنشنال شيب، يعني شكل ثلاثي الابعاد. يعني هو السكندري دهوت هي عباره عن الفا هيليكس او بيتا شيتس، ولكن بقت شكل ثلاثي، بقى شكل ثلاثي الابعاد. تمام اول ما تشوفي كلمه 3 دايمنشنال شيب يبقى انت في برايمري ولا سكندري ولا تيرشيري؟ يبقى تيرشيري ستراكشر. اوكي يبقى التيرشيري ستراكشر عباره عن سلسله بيبتيديه ليها شكل معين الفا هيليكس او بيتا شيت، ولكن بقى شكل ثلاثي الابعاد، شكلها بقى 3 دايمنشنال شيب، او ليها اسم تاني جلوبيولار، جلوبيولار شيب. يبقى جلوبيولار شيب صح، 3 دي او 3 دايمنشنال شيب صح، يبقى انا كده في التيرشري. طب ايه هي الروابط اللي هتعمل لي شكل ثلاثي الابعاد او شكل جلوبيولار يا دكتور؟ شكل ثلاثي الابعاد ده يعني شكل ايه؟ بارز كده، يعني شكل اكثر تعقيدا من السكندري، يبقى انا هحتاج روابط اكتر. تمام هيكون عندي هيدروجين بوند، هيكون عندي هيدروفوبيك انتر اكشنز، هيكون عندي ايونيك بوند ودايسلفايد بوند اللي هي بين الاس وبين الاس لو تفتكروها، والكوفالنت بوند بتوين ذا ار جروبس. يبقى هي عندها انواع مختلفه من الايه؟ من الروابط. ايه اللي خلى انواع مختلفه من الروابط دي تظهر يا دكتور؟ لان بقى شكل اكثر تعقيدا، اكثر فولدنج، اكثر كويلنج عشان يديني شكل ثلاثي الابعاد، فمحتاج روابط كتيرة قوي تمسك الشكل ده. اوكي طيب نروح على اخر نوع من انواع او من اشكال البروتينات، وهو الشكل الاكثر تعقيدا. ايه هو الشكل الاكثر تعقيدا؟ الفيري كومبلكسيتي، هو الكوارتينري، الشكل الرباعي. الشكل الرباعي ده بيتكون من اكثر من سلسلة بيبتدية. تمام يعني تيرشري او سكندري بداوا يمسكوا مع بعض اكثر من سلسله بيبتيديه يمسكوا ويربطوا مع بعض، يبقى ده الشكل الايه؟ الشكل الرباعي. تمام طيب تعالي ناخد كل واحده كده بالتفصيل، وناخد الامثله وناخد الروابط اللي جواها. اول نوع هو البرايمري، قال لك ان انا عندي بيكون لي one particular sequence of amino acid، بيتكون من سلسله من الامينو اسيد. تمام ولكن اهم حاجه عايزاكي تعرفيها، الشكل ده عباره عن سيكونس اوف امينو اسيد وابسط شكل، ولكن هو ان اكتف فورم او نون اكتف فورم، يعني شكل غير نشط، او بسميه ان او نون فانكشنال بروتينز، بروتين غير وظيفي. تمام طيب عندك السكندري ستراكشر، طبعا حصل الخطوه الثانيه، حصل عندي السلسله بيبتيديه، ولكن حصل السلسله البيبتيديه ديت او السيكونس اوف امينو اسيد حصل ليه ايه؟ حصل ليه كويلينج اند فويل فولدنج للبوليبيبتايد، للسلسله البيبتيديه، ليه شكلين زي ما احنا قلنا، الفا هيليكس يا اما بيتا او بليتد شيتس. تمام ايه اللي بيربط الفولدنج مع بعض؟ عن طريق هيدروجين بوم، هيدروجين بوم اهو. ايه هي الاشكال؟ الفا هيليكس او بليتد او بيتا شيتس. اتفقنا؟
ايه هي المثال اللي على السكندري ستراكشر؟ خدي بالك من الامثله. المثال اللي على السكندري ستراكشر هيكون الفايبرز بروتينز اللي هي ليها وظيفه سبورت تدعيميه زي الكيراتين. الكيراتين عباره عن ستراكشرال بروتين، بروتين بنائي بيكون جواه هيليكس وبليتا شيتس ومربوطين مع بعض بهيدروجين بون. يبقى الفايبرز بروتين اللي هو الكيراتين ده مثال على السكندري استراكشر. طب ليه يا دكتور ما اديتنيش مثال على البرايمري؟ لان هو اصلا ملوش وظيفه. احنا عارفين البروتينات ليها وظائف، طب امتى تقوم بالوظائف ديت؟ لما يكون ليها ايه؟ لما يكون ليها شيب، شكل. هل البرايمري ليه شكل؟ قلنا لا، ما عملش فولدنج، ما عملش كويلنج، اذا ملوش شكل، اذا ملوش وظيفه، عشان كده ما عليهوش امثله. اما سكندري حصل فولدنج، حصل كويلنج عن طريق هيليكس او شيتا او شيت او بيتا شيت، اذا بقى ليه شيب، اذا ليه وظيفه زي مين؟ زي السبورت بروتينز، الوظائف التدعيميه او الاستراكشرال بروتين زي الكرياتين وزي الكولاجين لو تفتكروا. تمام. عندك بعد كده التيرشري ستراكشر، الشكل الثلاثي. قلنا ثلاثي يعني لازم اشوف كلمه ايه؟ 3 دايمنشنال، اهي 3 دايمنشنال ستراكشر يعني شكل ثلاثي الابعاد، شكل بارز. تمام. او جلوبيولار بروتينز، الجلوبيولار بروتينز او 3 دايمنشنال بروتينز ده مثال على التيرشري ستراك، التيرشري ستراكشر الشكل الثلاثي. بيحصل فولدنج برضو لسلسله ببتيديه واحده بس، ولكن عشان احصل على الشكل الثلاثي او الجلوبيولار بروتين ده لازم أن يكون عندي روابط كتيره جدا زي الهيدروجين بون، زي الايونيك، زي الهيدروفوبيك انتر اكشنز، زي الداي سلفايد بون، زي الكوفيلنت بوند اللي موجوده في الار جروبس. اوكي، دي انواع الروابط اللي موجوده في التيرشيري استراكشر. طيب نروح على الاكثر تعقيدا، الشكل الاكثر تعقيدا هو الكوارتينري استراكشر. هو عباره عن اكثر من سلسله ببتيديه، ممكن تكون سلسله ببتيديه برايمري مع سكندري مع تيرشيري مع بعض، ممكن يكون كلهم من نوع السكندري، ممكن يكونوا كلهم من النوع التيرشيري والتيرشيري وهكذا. تمام. عشان اربط اكتر من سلسله ببتيديه مع بعض ويكون عندي كوارتينري استراكشر، هحتاج هيدروجين بوند، داي سلفايد بريدج، هحتاج ايونيك بوند، هحتاج كوفيلنت بوند في الار جروبس، هحتاج هيدروفوبيك انتر اكشنز. كل الروابط اللي كانت موجوده في التيرشيري هنلاقيها موجوده فين؟ في الكوارتينري. اوكي. طيب اشهر الامثله على التراكيب الرباعيه في البروتينات الهيموجلوبين، اشهر نوع الهيموجلوبين ده اشهر نوع على الايه؟ التركيبات الاكثر تعقيدا اللي هي الكوارتينري، والانتي بايوتكس او الاميونو جلوبيولينز، الاجسام المضاده، وبرضه بعض الانزيمات. اتفقنا. دي صوره بقى بتلخص لك كل الاستراكشرز بتاعه البروتينز. لو هنبص على اول نوع وابسط نوع هو البرايمري استراكشر، عباره عن سلسله بولي بيبتايد، سلسله بيبتيديه من امينو اسيد سيكونس تعتاد من الاحماض الامينيه. بدا يحصل فولدنج في السكندري، الفولدنج ده بيحصل عن طريق هيدروجين بوند فقط، روابط هيدروجينيه فقط، بتعمل لي شكلين الفا هيليكس يا اما بيتا شيتس او بليتد شيتس. عندك التيرشيري استراكشر الشكل الثلاثي، معناه ان هو بيحصل له تويستد او فولدد او كويلينج، ويديني جلوبيولار شيب او 3 دايمنشنال شيب. هحتاج دايسلفايد بوند، هحتاج هيدروجين بوند، هحتاج هيدروفوبيك انتر اكشن، هحتاج ايونيك بوند وهكذا. تمام. الكوارتينري استراكشر طبعا هيتكون من اكثر مور تو اور مور بولي بيبتايد، اكثر من سلسله ببتيديه ماسكين ومكونين بروتين واحد. اشهر مثال عندي الهيموجلوبين او الانتي بايوتكس. كده نكون خلصنا كل حاجه عن البايوموليكيولز، البروتين بايوموليكيولز، كل حاجه خدناها عن البروتين. ناخد بقى باذن الله اخر حاجه في البايوموليكيولز وهي النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد اللي هي الاحماض النووية بتاعتنا زي الدي ان ايه والار ان ايه، اول حاجة بحب اديها لكم هي الايه؟ الكومبوزيشن، التراكيب بتاعتي. لما اجي اشوف التراكيب هلاقي ان انا عندي ايه؟ صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ الاول بالفانكشنال جروب، ايه هي الوظائف، المجموعات الوظيفية اللي موجودة في البايوموليكيول نيوكليك اسيد.
عندها مجموعتين. المجموعة الوظيفية الأولى هي الهيدروكسيل جروب، الـ OH ديت يعني الهيدروكسيل جروب، صح؟ ليها اسم تاني، أيوة طبعا ليها اسم تاني، هي الألكحول جروب. أوكي، يبقى أنا عندي المجموعة الوظيفية الأولى هي الهيدروكسيل أو الألكحول جروب، وزي ما احنا عارفين إن ديت هيدروفيليك جروب، يعني مجموعة محبة للماء، يبقى النيوكليك أسيد ما عندهاش مشكلة مع الماء. المجموعة الوظيفية الثانية هي الفوسفيت جروب، مجموعة الفوسفيت، تمام، اللي هي البي كده، PO4. اوكي، يبقى انا عندي مجموعتين وظيفيتين، مجموعة الفوسفات ومجموعة الهيدروكسيل او الكحول جروب، تمام. طيب النيوكليك اسيد، اي نيوكليك اسيد مين المونيمرز بتاعتها يا دكتور؟ الأساسي أنا بحب قوي أديك المونيمرز. مين المونيمرز يا دكتور؟ مين الصب يونتس، أصغر وحدة بتكون لي الحمض النووي بتاعي؟ هي النيوكليوتايد. النيوكليوتايد، تمام؟ طيب تعالي شوفي كده أهو. مين أصغر وحدة بتكون لي النيوكليك أسيد؟ او البوليمر بتاع النيوكليك اسيد، السلسله الطويله بتاعت النيوكليك اسيد بتتكون من مونيمر اسمها ايه؟ نيوكليوتايد، تمام. طيب يا دكتور النيوكليوتايد ديت ليها شكل معين؟ قال لك ايوه، ليها ثلاث تراكيب معينه. اي نيوكليوتايد؟ اول ما اقول لك نيوكليوتايد اعرفي ان فيها 3 ستراكشر ثابتين، ثلاث مكونات اساسيه. أول مكون لازم تشوفي فيها بنتوز، بنتوز شوجر. يعني إيه كلمة بنتوز شوجر؟ ها، يعني سكر خماسي. يبقى أول حاجة لازم نشوف فيها سكر، سكر إيه؟ سكر خماسي، تمام. تاني استراكشر ثابت معايا هي النيتروجين، النيتروجين بيز، نيتروجين بيز. يعني ايه نيتروجين بيز؟ يعني قاعدة نيتروجينية. ايه هي القواعد النيتروجينية؟ عندي 5 قواعد نيتروجينية فقط. ايه هما الخمسة؟ ادينين، تايمين، سيتوسين، جوانين، يوراسين، تمام. دول بصنفهم لنوعين من النيتروجين بيز. عندك نوع اسمه البيورين، ونوع التاني اسمه بيريميدين. بيريميدين، الفرق ما بين الاتنين ان البيورين دي بتتكون من 2 هيدرو كاربون رينج، يعني دايرتين كده من الايه، من السلاسل الكربونية. اما البيريميدين بتحتوي على 1 رينج فقط، على سلسلة كربونية او رينج كربونية واحدة بس، تمام. طيب مين في القواعد النيتروجينية دي تبع البيورين اللي فيها دايرتين، الأدينين والجوانين فقط؟ أما اللي تبع البريمادين فهي السيتوسين، الثايمين، واليوراسين، خلاص. ثالث مكون أساسي في أي في أي نيوكليوتايد هنشوفها هي مجموعة الفوسفات. تاني، النيوكليتايد هي المونيمر اوف ذا نيوكليك اسيد، هي اصغر وحده بتكون لي البوليمر بتاع النيوكليك اسيد. ايه هي مكوناتها يا دكتور؟ ليها 3 مكونات: بنتوز شوجر سكر خماسي، نيتروجين بيز قاعده نيتروجينيه، اي واحده من الخمسه صح، اي تي سي جي يو اي واحده فيهم. ثالث حاجة مجموعة الفوسفيت. يبقى أي نيوكليوتايد هتشوفيها هتشوفها بالمنظر ده. أدي السكر الخماسي، مجموعة الفوسفات بتاعتك، الناحية التانية هتلاقي قاعدة نيتروجينية. إيه تنفع؟ سي تنفع، تي تنفع، يو تنفع، جي تنفع، أي واحدة فيهم صح. خلاص كده؟ طيب.
تمام. طيب نكمل مع بعض. عندك النيوكليك اسيد، عندك ايه الامثله اللي بتمثلي النيوكليك اسيد بقى؟ اول حاجه الدي ان ايه. دي ان ايه، دي ان ايه هو عباره عن دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. ليه سميته يا دكتور دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد؟ لان السكر الخماسي اللي موجود فيها نوعه دي اوكسي ريبوز. يعني ايه يا دكتور تي اوكسي ريبوز؟ يعني ناقص اكسجين، زي ما انا علمتكم دي اوكسي ريبوز. تمام. هي عباره الدي ان ايه ده عباره ايه فايدته؟ عباره عن الماده الوراثيه لكل الكائنات الحيه. فايدتها ايه؟ هي اللي بيكون جواها كل المعلومات، كل الصفات اللي خاصه بالكائن ده، كل الانستراكشن التعليمات الوظيفيه، كل السيكونس بتاعت البروتينات اللي هتتكون موجوده فين؟ موجوده في الجيناتيك ماتيريال، عامله زي المكتبه عشان او المرجع بتاعي عشان اعمل اي وظيفه جوه جسمي، عشان يظهر عليا اي صفه، لون عين، لون شعر، تنفس، ريبرودكشن، تكاثر، اي حاجه، لازم ارجع لمين؟ للجيناتيك ماتيريال بتاعتي، الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه. خلاص. طيب انا قبل كده قلت لك عشان اصنع بروتين لازم اعمل سيكونس للامينو اسيد، صح؟ يعني كل بروتين ليه تعداد معين من الاحماض الامينيه ونوع احماض امينيه معينه بتمسك مع بعض. طب ازاي اعرف الكلام ده؟ نرجع للجيناتيك ماتيريال للماده الوراثيه، او نرجع للدي ان ايه، وهو اللي هيقول لنا كل بروتين او كل هرمون او كل انزيم ازاي هكون السيكونس بتاعه. خلاص، هو اللي هيديني المعلومه يعني. طيب تاني نوع من النيوكليك اسيد هو الار ان اي. الار ان اي هو رايبو نيوكليك اسيد. طب يعني ايه رايبو نيوكليك اسيد يا دكتور؟ يعني الشوجر، السكر الخماسي اللي بيكون الار ان اي هو ريبوز. يعني ايه ريبوز؟ يعني سكر خماسي كامل C5H10OAO5. تمام كده. طيب بيقول لك ان الار ان اي ده بقى ليه وظائف كتيره جدا، ممكن يدخل في تصنيع البروتينات، ممكن يدخل في الجين اكسبريشن. طبعا هو بيدخل في عمليه الجين اكسبريشن، عمليه الجينات، التضاعف الجيني والكلام ده كله، بيدخل في عمليه تصنيع البروتينات لو اشتغل كرايبوز في قاعده ريبوزيه، يعني اللي هو المكان اللي بيتصنع فيه البروتينات. ممكن يشتغل حتى كجيناتيك ماتيريال، كماده وراثيه. لو جينا شفنا الفيروس هنلاقي ان الجيناتيك ماتيريال بتاع الفيروس مش دي ان ايه، امال ايه؟ هنلاقي ار ان ايه، فممكن يشتغل كمان كماده وراثيه. تمام. كو انزيمز، الكو انزيمز امثله على النيوكليك اسيد، خدي بالك عشان بتلخبطي في الامتحان. في فرق بين الانزيمز، الانزيمز امثله على البروتينات، ولكن مساعد الانزيم الكو انزيم ده مين؟ ده نوع او امثال على النيوكليك اسيد. طيب ايه فايده الكو انزيم؟ ده بيسرع شغل الانزيم. يعني الانزيم مثلا انا دخلت عملت رياكشن، الانزيم بيسرع الرياكشن بتاعي من ساعه يقلله نص ساعه، لو دخلت معاه مساعد انزيم الانزيم يشتغل اسرع، فبالتالي الرياكشن ده يخلص في 10 دقائق. تمام. طيب عندك الاي تي بي. الاي تي بي هي الادينوسين تراي فوسفيت، ادينوسين تراي فوسفيت. الاي تي بي دي هي عباره عن مونيمر. وات ذا مينينج اوف ذا مونيمر؟ يعني هي عباره عن نيوكليتايد، هي نيوكليك اسيد ولكن مش بوليمر ابدا، هي مونيمر. هي احنا لما نيجي نشوف تركيب الاي تي بي ده هنلاقيه كله على بعضه كده هو عباره عن نيوكليتيده واحده، بيتكون من سكر ريبوز معاه القاعده نيتروجينيه ادينين معاه 3 فوسفيت جروب، ثلاث مجموعات فوسفيت بس، هو ده الاي تي بي. طب هو ايه الاي تي بي ده يا دكتور؟ ده عملة الطاقة اللي الجسم بيتعامل معاها. أي طاقة عايزينها جوه جسمنا لأي عملية حيوية، لأي نشاط هنقوم بيه، مين اللي بيديهولنا؟ هي عملة الطاقة الأساسية الاي تي بي. في أشكال طاقة تانية بس الجسم ما يقدرش يتعامل معاها، ما بيتعاملش غير مع عملة الطاقة بتاعته اللي هي الاي تي بي، الأدينوسين ترايفوسيت فقط. هي دي اللي تديني كل الإنرجي اللي أنا محتاجاها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا قاعده في السعوديه، ينفع اتعامل بالجنيه المصري؟ لا،
ما اقدرش اتعامل بيه. ليه؟ لان العمله بتاعت البلد دي ايه؟ ريال، اتعامل بالريال ما فيش مشكله، لكن جنيه ما ينفعش. اوكي، يبقى ده بالظبط بيحصل مع الطاقه. الطاقه ليها اشكال كتير، لكن اهله شكل الجسم بيتعرف عليه وبيتعامل معاه وياخد منه الطاقه بتاعته، الاي تي بي فقط، دي عمله الطاقه الاساسيه بتاعت الجسم. تمام. تعالوا نروح بعد كده على الفرق بقى الكبير بين الدي ان ايه والار ان ايه. خلوني الخص لكم الدي ان ايه والار ان ايه بكل الاختلافات والتشابهات قبل ما نبدا نشرح. بصوا، انا الاساس بتاعي في النيوكليك اسيد ان انتوا تفرقوا لي بين الدي ان ايه وبين الار ان ايه. اول حاجه هديكم التشابهات، الدي ان ايه والار ان ايه يعتبروا ايه؟ يعتبروا نيوكليك اسيد، صح ولا لا؟ امثله على النيوكليك اسيد. تمام. معنى كده ان المونيمرز اللي هتكونهم مين؟ النيكلوتايد. حلو قوي، نيكلوتايد ده بيشتغل كجيناتيك ماتيريال، وده ممكن هو كمان يشتغل كجيناتيك ماتيريال، ما عندناش فيها مشكله. اوكي، بس هنا هنلاقيها في الفيروس، هنا هنلاقيها في بقيه الكائنات. تمام يا دكتور. ايه بقى اوجه الاختلافات؟ نروح يا ستي الاول على النيكلوتايد. احنا قلنا المونيمر هنا هو هو المونيمر هنا، النيوكليتيدة هنا هي هي النيوكليتيدة هنا، بس الاشكال مختلفة. لو جينا نبص على النيوكليتايد بتاعت الدي ان ايه، هنلاقي ان هو بيتكون من سكر خماسي ولكن اسمه دي اوكسي ريبوز. يعني ايه دي اوكسي ريبوز يا دكتور؟ يعني هو سكر بنتوز عادي خالص خماسي، ولكن ناقص هنا اكسجينه، يعني الفورميولا بتاعته C5 H10 O4 ناقص اكسجين. خلاص. اما الار ان ايه فهنلاقي الشجر اللي بتكون، الشجر اللي بتكون النيوكليوتايد بتاعتي اسمه ايه؟ اسمه ريبوز شجر. يعني ايه ريبوز؟ يعني سكر خماسي، هلاقي هنا كده OH. تمام؟ يعني ايه خماسي؟ يعني C5 H10 O5. يبقى اول اختلاف ما بينهم في السكر اللي بيكون الهيكل بتاعه، هنا سكر ريبوز، هنا سكر دي اوكسي ريبوز. تمام. طيب تاني حاجة في النيوكليوتايد ديت المفروض عندها ايه؟ قواعد نيتروجينية، صح ولا لا؟ تمام. القواعد النيتروجينية اللي في الدي ان ايه هي السيتوسين، الجوانين، الادينين، والثيمين. والثيمين دي شفتوا تحتها مليون خط. تمام. اما الار ان ايه فالقواعد النيتروجينيه اللي فيها سي برضو وجي وايه المختلف ايه؟ بدل التي يوراسيل يو. يبقى انا عندي الدي ان ايه فيها القواعد النيتروجينيه بالاضافه لمين؟ للثيمين. اما الار ان ايه فيها قواعد نيتروجينيه بالاضافه لمين؟ لليوراسيل. خلاص، ده الاختلاف. طيب الدي ان ايه عباره عن دبل هيليكس. يعني ايه دبل هيليكس؟ يعني بيكون شكل حلزوني، دبل هيليكس. دبل هيليكس ديت يعني عندها كام ستراند؟ عندها تو ستراند، عندها تو ستراند، وبيكون لي شكل ايه؟ شكل هيليكس، شكل حلزوني. اما الار ان ايه فهي ما بتكونش هيليكس خالص. طب ليه يا دكتور؟ لان هي عباره عن وان ستراند، وان اونلي ستراند، خط واحد بس. اتفقنا؟ تعالوا بقى نشوف الكلام ده واحده واحده كده. اول حاجه لما نيجي نبدا، هنبدا ان الاثنين متفقين ان كل واحد المونيمر بتاعه ايه؟ نيكليتايد. تمام. البنتوز شوجر يا اما ريبوز يا اما دي اوكسي ريبوز. مين اللي عنده الشوجر بتاعه ريبوز؟ الار ان ايه. مين الدي اوكسي ريبوز؟ الدي ان ايه. عندك النيكليتايد بيتكون من بنتوز شوجر، خلاص، بيتكون من فوسفات جروب ويتكون من نيتروجين بيس. قلنا النيتروجين بيس في منها نوعين، يا اما بيورين، وبيورين دي يعني عندها كام رينج؟ عندها تو رينج. طب مين الامثله اللي على البيورينز؟ الجوانين والادينين اللي هو الجي والاي. طب مين الامثله اللي على البريميدين؟ البريميدين يعني عندها رينج واحده بس،
زي السيتوسين زي الثايمين زي اليوراسين. اوكي طيب ده شكل النيوكليوتايد، ادي بنتو شوجر، شوجر خماسي معاها نيتروجين بيز ايا كانت ايه هي، معاها الفوسفيت جروب بتاعتي. تمام، بيقول لك النيوكليوتايدز ار جوينت توجذر باي ا سيريز اوف ديهايدريشن سينثيسز، يعني بيتصنع عن طريق الرياكشن اللي انا بنزع فيه هيدروجين وبحط فيه رابطه كوفيلنت، وبيكون لي لينر موليكيولز يعني خط كده من النيوكليوتيدات بسميه ايه ستراند. عندي كام ستراند في الدي ان ايه؟ عندي 2 ستراند، وعندي ستراند واحد بس في الار ان ايه. لو جينا بصينا على الشوجر اللي موجود في الدي ان ايه هلاقيه دي اوكسي ريبوز، شايفه هنا ايه، هنا اتش. لو جينا بصينا على البنتو شوجر، الشوجر الخماسي اللي موجود في الار ان ايه هنلاقي نوعه ريبوز، هنلاقي هنا ايه او اتش، ادي الاختلاف ما بين الاثنين. تمام طيب بعد كده بيقول لك الدي ان ايه بيحتوي على اهلي قواعد نيتروجينيه، قلنا الادينين الجوانين السيتوسين الثايمين. تمام الاي سي جي تي. اما الار ان ايه بيحتوي برضو على قواعد نيتروجينيه، ولكن بشيل الثايمين وببدلها بايه، بيوراسيل، بيو، يبقى ادينين وجوانين وسيتوسين ويوراسيل، يو بدل التي. تمام هنا الاشكال البيورينز قلنا الامثله اللي عليها الادينين والجوانين تتكون من تو رينجز زي ما انتم شايفين، اما البريميدين الامثله اللي عليها بتحتوي على وان رينج بس، وان هيدروكربون رينج، والامثله اللي عليها اليوراسيل والثايمين والسيتوسين. اوكي طيب عندك قلنا ان الدي ان ايه بيكون دبل سترانس، عنده دبل سترانس خطين، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها الكومبلمنتري بيز بيرنج. يعني ايه كومبلمنتري بيز بيرنج؟ يعني ربط القواعد النيتروجينيه مع بعض عشان تعمل شكل الايه، الهيليكس. طب احنا قلنا عشان يحصل فولدنج، لو ترجعوا لاشكال البروتينات عشان يحصل فولدنج ها ويحصل كومبلمنتري بربط بروابط نوعها ايه، هيدروجين بوند، صح تمام كده. اما الار ان ايه فهو عنده سنجل ستراند، ستراند واحد بس، فبالتالي ما عندوش كومبلمنتري بيز بيرنج، مش هيحصل ارتباط بين القواعد ولا هيحصل شكل الهيلكس. اتفقنا؟ يبقى الكومبلمنتري بيز بيرنج دي صفه مميزه للدي ان ايه ولا الار ان ايه؟ للدي ان ايه. ليه يا دكتور؟ لان هي عندها دبل ستراند، فبالتالي هتعمل فولدنج وتكون روابط هيدروجينيه بين الايه؟ بين القواعد. طيب هو ينفع اي قاعده يا دكتور تربط بين قاعده تانية؟ قال لك لا، انا عندي في الدي ان ايه، الدي ان ايه هو اللي هيحصل فيه ايه، بيز بيرنج. يعني ايه بيز بيرنج؟ يعني ازدواج قواعد، يعني رابطه قاعده تربط مع قاعده. تمام ايه هي القواعد اللي موجوده في الدي ان ايه؟ عندك الادينين الايه، وعندك الثايمين التي، وعندك الجوانين، وعندك السيتوسين، صح كده؟ تمام. قالك بيحصل ارتباط في القواعد دي، بس الادينين خدي بالك ما بتربطش غير مع مين؟ مع السيتوسين فقط، والجوانين ما تربطش او تعمل بيز بيرنج غير مع السيتوسين فقط. خلاص يبقى كل قاعدة ليها رفيقة معينة، ليها صديقة معينة ما تربطش غير معاه. تمام يبقى الادينين لما تيجي تعمل كومبلمنتري بيز بيرنج تدور على اهني قاعده؟ تدور على الثيمين فقط، وتربط معاها بروابط هيدروجينيه دبل هيدروجين بوم، تربط بربطتين هيدروجين بوم. والسيتوسين تدور على صاحبتها مين؟ على الجوانين، وتربط معاها بكم رابطه هيدروجينيه؟ 3 روابط هيدروجينيه. يبقى ده شكل الكومبلمنتري بيز بيرنج في الدي ان ايه، في الهيكل بتاع الدي ان ايه كله، في الهيليكس كله. عشان يحصل هيلكس يحصل فولدنج وبيز بيرنج بين القواعد، مين اهني قاعده تربط مع اهني قاعده؟ لازم الادينين تربط مع الثيمين بدبل هيدروجين بوم، والجوانين تربط مع السيتوسين بتريبل هيدروجين بوم. اتفقنا؟ مهم جدا. عشان كده عدد قواعد الادينين بيساوي عدد قواعد مين؟ الثيمين، لان هما بيربطوا مع بعض مرتبطين، وعدد قواعد الجوانين بيساوي عدد قواعد مين؟ السيتوسين. وعشان كده برضو عدد قواعد البيورين بيساوي عدد قواعد البريميدين، لان الادينين مثال على البيورين، والثيمين مثال على الايه، البريميدين، والسيتوسين
مثال على البريميدين والجوانين مثال على الايه؟ على البيورين. فدايما بلاقي عدد القواعد اللي من نوع البيورين بيساوي عدد قواعد البريميدين، لان انا عندي ادينين بيربط مع ثيمين وجوانين بيربط مع سيتوسين. مهم جدا الكومبلمنتري بيس بيرنج ده، ودي خاصيه مميزه للدي ان ايه فقط عشان تعمل الهيليكس الشكل بتاعها. بيقول لك امتى يحصل كومبلمنتري بيس بيرنج؟ بيحصل لما التو ستريند يعملوا هيلد توجذر، يعني يربطوا مع بعض، يعملوا فولدنج مع بعض. طيب بيربطوا مع بعض بروابط ايه؟ بروابط هيدروجينيه، بهيدروجين بوند. كم هيدروجين بوند بين الاي وبين التي؟ اتنين. وكم هيدروجين بوند بين الجي وبين السي؟ تلاته. خلاص؟ بيقول لك ذا نمبر اوف بيورين بيزز، خلاص القواعد اللي من نوع البيورين هيساوي عدد القواعد اللي من نوع البريميدين اكيد، لان احنا قلنا ال A والجي دول نوعين البيورين، والسي والتي دول نوعين البريميدين، ولازم الاقيهم بكميات متساويه. الدي ان ايه الثايمين دايما بيعمل بيرد، يعني ايه بيرد؟ يعني بوندد، يعني بيربط، يعني بيزدوج مع مين؟ الثايمين. التي دايما يزدوج مع الادينين الايه، اما السيتوسين فدايما يعمل بيرنج الزواج مع مين؟ مع الجوانين. فلازم الاقي عدد الادينين والجوانين قد عدد السيتوسين والثيمين. بيقول لك التو ستراند اوف دي ان ايه، الخطين بتوع الدي ان ايه بتوعي يبداوا يعملوا تويست او فولدنج او كويلنج، يلفوا حوالين نفسهم ويكونوا لي دبل هيليكس، اما الار ان ايه ما بيكونش اي هيليكس. المنظر اللي قدامك ده بتاع الكومبلمنتري بيس بيرنج، ازدواج القواعد بيكون لي دبل هيليكس زي ما انت شايفه على طول الدي ان ايه. لو جينا بصينا هنا على الرسمه هنلاقي ادي الجوانين، الجوانين الجي بيرتبط مع السيتوسين بكم ربطه هيدروجينيه، ادي واحد، ادي الثانيه، ادي الثالثه، تمام. اما الثايمين بيرتبط مع الادينين، يحصل ما بينهم كومبلمنتري بيس بيرنج بدبل هيدروجين بوند بربطتين هيدروجينيتين. عشان كده الادينين عدد البيزز بتاعت الادينين بيساوي عدد البيزز بتاعت الثايمين، وعدد البيزز بتاعت السيتوسين بيساوي عدد البيزز بتاعت الجوانين، وبالتالي عدد البيورين بيساوي عدد البريميدين. اتفقنا؟ روح بعد كده على الاخر حاجه بقى باذن الله، وهي الاي تي بي، عمله الطاقه، الانرجي سورس، مصدر الطاقة بتاعتك، أو الإنرجي كويلز زي ما احنا بنسميها عملة الطاقة. عملة الطاقة دي أسألكوا سؤال، هل هي مونيمر ولا بوليمر؟ هي مونيمر، أخد بالي، هي عبارة عن سبيشيال نيوكليتايد، هي عبارة عن نيوكليتيدة، تمام؟ النيوكليتايد في النيوكليك أسيد عبارة عن بوليمر ولا مونيمر؟ مونيمر. فأنا الـ ATP عبارة عن مونيمر، مهمة جدا، سبيشيال نيكليتايد. طب تعالوا شوفوا التكوين بتاعها كده، تعالوا مع بعض نشوف تكوينها. بصي ادي عندي ايه، سكر خماسي، ريبوز شوجر، صح، مرتبط معاه مجموعة فوسفات، تمام، ومرتبط معاه نيتروجين بيز، قاعدة نيتروجينية بس دايما تكون ادينين. يبقى انا عندي الاي تي بي، القاعدة النيتروجينية اللي دايما بتكون موجودة هي الادينين الاي من نوع البيورين، وعندك نوع الشجر سكر خماسي، سكر خماسي بس اسمه ايه؟ الريبوز، تمام، وعنده بدل مجموعة واحدة فوسفيت عنده ثلاث مجموعات فوسفيت، عشان كده سميته تراي فوسفيت، تراي يعني ثلاث، ثلاث مجموعات فوسفيت ماسكين مع بعض. ادي شكل الاي تي بي، الاي تي بي هي ادينوسين تراي فوسفيت، عبارة عن مونيمر، عبارة عن سبيشال نيوكليتايد، وظيفتها مصدر للطاقة أو الإنرجي كويلز، عملة الطاقة جوه الجسم، تمام. الجزء الأول اللي هو الأدينوسين بيتكون من الريبوز والأدينين، أهو الأدينوسين، كلمة أدينوسين ديت اختصار لإيه؟ للريبوز أو البنتوز شوجر، السكر الخماسي من النوع الريبوز، والأدينين اللي هي القاعدة النيتروجينية من النوع الإيه؟ إيه؟ أدينين نوعها بيورين. طيب اما تراي فوسفيت، تراي ديت يعني ثلاثه، ثلاث مجموعات فوسفيت، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه،
تمام كده، يبقى 3 فوسفيت جروب، 3 مجموعات من الفوسفيت. بيقول ان الاي تي بي هي عباره عن هاي انرجي بريكرز، جزيء عالي الطاقه. تمام، بيقول لك ان التو جروب فوسفيت، اخر مجموعتين فوسفيت دول سهل ان انا اكسرهم، ولما بيتكسروا بيدوني كميه طاقه كبيره جدا. خلاص، بيقول لك لما بيحصل هيدروليزس، تعالي نمسح ده ونشوف الايه اللي بيحصل علشان اطلع الانرجي، اوصل للطاقه اللي انا عايزاها. بيدخل التفاعل بتاعي، بيحصل هيدروليزس. يعني ايه هيدروليزس؟ يعني تفكك، يعني تكسير. بكسر اخر مجموعه فوسفيت وبخرجها في النواتج. اول ما مجموعه الفوسفيت دي تتكسر وتخرج، يبقى حصل عمليه هيدروليزس، تحلل، ويديني كمية طاقة كبيرة جدا. طيب، يبقى يتفضل من النيوكليوتايد بتاعتي ايه؟ هيتفضل معايا الجزء بتاع الادينوسين اللي هو الشوجر ومجموعة الادينين، ومعاهم كام مجموعة فوسفات باقيين؟ مجموعة مجموعتين. يبقى هنا هتكون الادينوسين وداي فوسفيت، ادينوسين وداي فوسفيت في النواتج. يبقى هيديني مركب تاني اسمه الـ ADP. يبقى الـ ATP عشان يديني إنرجي طاقة بيتحول لإيه؟ لـ ADP. ATP معناها أدينوسين، أدينوسين تراي فوسفيت. يعني إيه أدينوسين تراي فوسفيت؟ يعني الاستراكشر ده أدينوسين، يعني الريبوز شوجر معاه مجموعة الأدينين النيتروجين بيز، والتراي فوسفيت يعني 3 مجموعات فوسفيت. أما الـ ADP معناها ان انا معايا الادينوسين اللي هو الريبوز شوجر، ومعاه القاعده النيتروجينيه الادينين، بالاضافه لكم مجموعه من الفوسفيت، مجموعتين فقط فوسفيت. خلاص، يبقى عشان احصل على طاقه اعمل ايه في عمله الطاقه اي تي بي؟ اعمل لها هيدروليزس تحلل، او هيدروليزس رياكشن تفاعل تحلل. اعمل فيه ايه؟ اخرج مجموعه فوسفات وخرج طاقة، ويتفضل عندي مركب تاني اسمه أدينوس ADP، ADP اللي هو أدينوسين داي فوسفيت. أدينوسين داي فوسفيت ده بيتكون من إيه؟ من جزء الأدينوسين اللي هو عبارة عن ريبوز شوجر، وعبارة عن الأدينين نيتروجين بيز، ومعاهم تو أو دبل فوسفيت جروب، مجموعتين من الفوسفيت. خلاص، الـ ATP طبعا بستخدمها جوه الخلايا وجوه أجسامنا عشان تديني طاقة لكل العمليات اللي أنا بعملها، من reproduction، من digestion، من respiration. أي عملية هقوم بيها جوه جسمي محتاجة لها طاقة، بتيجي منين؟ من الـ ATP. حتى السينسيتك رياكشن، ايه هي السينسيتك رياكشن او الديهايدريشن رياكشن؟ هي التفاعلات اللي بصنع منها جزيئات، بصنع جلايكوجين. يبقى انا برتب جلوكوز جنب بعض عشان اصنع بوليمر من الكربوهيدرات. عايز اصنع ليبيدز، يبقى انا احط جليسرول وفاتي اسيد واعمل دي هايدريشن رياكشن. كل التفاعلات اللي بصنع منها جزيئات كبيره بتحتاج طاقه. الطاقه دي بجيبها منين؟ من تحلل الاي تي بي وتحوله لاي دي بي. مهم جدا جدا جدا. خلاص، بستخدمها في البناء، في الأنشطة، في التفاعلات الكيميائية زي السنسيتيف رياكشن وهكذا. بكده نكون خلصنا كمان النيوكليك أسيد. آخر سلايد ده مهم جدا جدا جدا. نروح على السلايد الأخير، وهنا أنا جمعت لك أهم الديفرنسز، الاختلافات ما بين الدي إن إيه والآر إن إيه. لو هنبص على الشوجر، الاتنين نوعهم بنتوز شوجر، يعني سكر خماسي، ولكن في الدي إن إيه هو دي أوكسي ريبوز، في الار ان ايه هو ريبوز فقط. البيزس، القواعد النيتروجينيه المكونه للنيوكليوتايد في الدي ان ايه، هي الادينين، الجوانين، الثايمين، السيتوسين. بينما القواعد النيتروجينيه المكونه للار ان ايه هلاقيها دي ادينين، جوانين، يوراسيل بدل الثايمين، والسيتوسين. الستراند، عندي كام ستراند في الدي ان ايه؟ عندي 2 ستراند اوف دي ان ايه، عندي دبل ستراند في الدي ان ايه. بيحصل ما بينهم خاصية معينة اسمها الكومبلمنتري بيز بيرنج، وهو ارتباط الأدينين بالثايمين والجوانين بالسيتوسين عن طريق الروابط الهيدروجينية. أما الار ان اي فهو عبارة عن سنجل ستراند، ستراند واحد بس، وبالتالي ما بيحصلش فيه خاصية البيز بيرنج.
تكوين شيب شكل زي الهيليكس. عند الدي ان ايه طبعا في دبل هيليكس، اما الار ان ايه ما فيهوش اي شيب، ما فيهوش اي هيليكس خالص، لان ما فيش غير ستراند واحد بس، ما بيحصلوش اي فولدنج، فبالتالي ما بيكونش اي شكل. كده نكون خلصنا كل الباي موليكيولز، خلصنا الشابتر الثالث. كده نكون اديتكم شابتر نمبر 1، شابتر نمبر 2، شابتر نمبر 3. كده خلصنا كميه الفيرست. كل اللي فاضل لكم طبعا انا بديكم الاسئله اللي ممكن تيجي على كل شابتر اول باول وانا بشرح، ولكن فاضل لكم الجزء اللي هراجع لكم فيه او هجمع لكم فيه كل الاسئله اللي جات في الباست اكزامز، واشرحها لكم بطريقه بسيطه، ومنها تكون ريفيجن على كل الثري شابترز باذن الله. كانت معكم الدكتوره خلود يوسف، هنكمل مع بعض بقيه كورس البيولوجي ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.